وهنا هسألكم سؤال، يعني السؤال الاستطرادي مش منتظرين منه إجابة. لما نيجي نقول إنه في قريش ومركزيتها أن النشاط الاقتصادي الأساسي بتاعها قائم على التجارة، ففي بنية ومخيلة العقل العربي الحاضن للرسالة المحمدية بيرى قيمة كبرى للتجارة. فتيجي النهاردة لما أتناقش مع حد أو أستدعي إرثي الإسلامي أقول لك إنه النبي قال 10% الرزق في التجارة، فلو عايز أعمل استثمار أبتدي أشتغل في التجارة. هل دي رسالة إلهية؟ هل هذا فعل إلهي؟ هل هذا النشاط الإنتاجي محبب من السماء؟ ولا هو بحكم الواقع تجلى وخدته على لسان الشخص اللي أنا بقدسه أو بأؤمن برسالته؟ وبالتالي هتلاقي ده حتى يعني برضو يعني مفارقة. لو حد منكم تابع، وادعي ان انا حد متابع فكر الاخوان واقتصاد الاخوان وتنظيمات الاخوان، الاخوان فعلا الناس بتوع تجارة. يعني مثلا تعالوا كلموني على رجال الصناعة في مصر، في حد منهم اخواني؟ لا. يعني صناعة الحديد، صناعة المواد البناء، صناعة الـ اي صناعات ثقيلة، حتى صناعات الغزل والنسيج، لكن حتى لو بيعملوا صناعات هتلاقوها في صناعات غذائية، يعني تعبئة وتغليف، هم عندهم الشكل بتاع التجارة حاضر جدا. وهتلاقي على فكره دي التوجهات كل الناس اللي بتعتنق افكار اصوليه وافكار اسلاميه. هنا على فكره بالمناسبه احنا مش بنسفه من التجاره، بالعكس، يعني التجاره انا وجهه نظري الشخصيه، التجاره او حريه التجاره هي الحدث المركزي في صناعه وتشكل التاريخ. من الاخر كده الحروب يعني تندلع بسبب التجاره او تامين التجاره، الافكار تظهر بسبب التجاره، التلاقح الثقافي والاجتماعي يظهر بسبب التجاره. وبالتالي مسألة انك تضع نمط انتاجي على نمط انتاجي وتصفه انه 10% الرزق في التجارة، لا، 10% الرزق في التجارة لان النبي محمد كان ابن قريش وهي تمتلك مركزية في حركة التجارة، والنبي محمد كان تاجرا، كان بيذهب في رحلات التجارة مع عمه، وكان بيمسك التجارة بتاعت زوجته خديجة، او حتى كان ماسك التجاره او كان مسؤول عن التجاره من قبل الزواج خديجه بنت خويلد. وبالتالي انا كمسلم او كحد بيفكر بطريقه اسلاميه لا ينبغي ولا يمكن ان افهم هذه المساله بمعزل عن المدخل الجغرافي، المدخل الاقتصادي، المدخل الاجتماعي.